السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم جوله في هذا المحل ديال الملابس ديال التقليديه للبيع وكذلك للكراء بالنسبه هكا في المناسبات، وهذا المستلزمات ديال التجميل والعطور، مهم داكشي ديال التجميل كامل فيه ديال المناسبات، وكاين فيه وكاين كذلك الشامبوانات ولي باندوش وداكشي كله اللي تيتصلح للتجميل. ديت معكم وما انا غندير معكم جولة. بعد ما كملت معكم الادوات ديال التجميل طلعت للفوق، هذا هو لوسين، يعني هذه هي السميه ديالها. هنا في الفوق فين كيقيسوا بحال دابا مثلا الا جات شي وحده بغات تاخذ شي لبسه او بغات تكريها، لان البيع وكذلك الكراء كتطلع لهنايا كتقيس باش كتشوف كيفاش جات اللبسه، من بعد كتاخذها او كتكريها الا كانت عندها شي مناسبه. ومن هنايا كيبان من الفوق ديك هذيك الشيء كيما كتشوفوا، وغادي نهود لتحت ونوريكم ديك الباسي كيفاش دايرين، ومن بعد غنوريهم لكم البوسين.
غير قبل على هذا التصوير هذا كنوريكم دوك المضمات او دوك السميطات، يعني كل لبسه عندها ديالها، كل واحد وشنو كي اللي بغى يشيلو نتا ياخذ ديالو. كنشاركهم معكم، كاينين هكا مضام، كاينين مجادل، كاينين سميطات. المهم انا كنوريكم داك الموديلات اللي كاينين، وهادو دوك لي كولي هكا اللي تيبغي شي لبسه في شيلون كيدير لها الكولي ديالها اللي تيجي معاها. وهادو شوفوا كي دايرين اللي الفوق، وهادو سميطات كاينين في اللوان. يعني انا هي تنوريكم داك الشيء اللي دابا كاين، وكاين اللي خارج، وكاين شي وحدين مازال ما تحطو. المهم انا شاركت معاكم، كنتمنى ان يعجبكم هذا الشيء هذا. وبالنسبه لدوك اللباسي انا غنوريهم لكم هكا البنات لابسينهم. صافي هنايا وصلت لنهايه الفيديو، وكنقول لكم شكرا بزاف. ما تنساوش ديروا لايك وخليوا لي تعليق وارائكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.